Bonjour, marhaba bikom fla chaîne La Positive, معكم إيمان نوتريسيونيست كوسميتو لابورونتين وعملت هاد لا شين باش نجاوب على الأسئلة ديالكم في التغذية في الصحة وفي الكوسميتيك. كنا كنعرفوا الأضرار ديال الألومنيوم، هذا علاش صافي بدينا كنحيدوه من الماء اللي كنطيبوا بهم، وحتى بدينا كنوعاو بدينا كنحيدوه من لي برودوي كوسميتيك اللي كنستعملوه. اكثر لي برودوي كوزميتيك اللي كيكون فيها لي سيل دالومنيوم هما مزيلات العرق. دونك دابا كاينين بزاف ديال الشركات بداو كيعملوا مزيلات عرق سون سيل دالومنيوم. الفيديو ديال اليوم غنعطيو فيه مزيلات عرق امنه من حيث التركيبات ديالها، ما كتحتويش على لي سيل دالومنيوم، متوفره والثمن ديالها غالبا غيكون في المتناول. دونك غادي نقسمو لجوج اقسام، القسم الاول عباره على دي غولون ولا دي ستيك، والقسم الثاني عباره على دي سبراي يعني رشاشات. اول اقتراح غادي نقترحو عليكم من نارتا ديودورون بيغ دالان، وعامله حتى للرجال نارتا بيغ دالان ديودورون 48 ساعه. دونك هاد المزيل العرق هذا التركيبه ديالو امنه سون سيل دالومنيوم، كيتستعمل شبه ولكن الفعاليه ديالو متوسطه، نقدروا نقولوا متوسطه. دونك بالنسبه للناس اللي كيتعرقوا بزاف فيحاولوا يقلبوا على بديل اخر. الناس اللي كيدوشوا كل مره ما كيتعرقوش بزاف فممكن يستعملوا هذا المنتج هذا بكل امان، سورتو ان الثمن ديالو في المتناول. الاقتراح الثاني من سانكس ديرموسونزيتيف ديودوران 24 ساعه. هذا الديودوران هذا زوين، التركيبه ديالو امنه سون سيل دالومنيوم سون الكول، وزوينه لطيفه على المناطق المنطقه الحساسه على لي زيسيل، دونك مناسبه بزاف لابو سونسيبل. هاد البرودوي هذا زوين، سورتو ان الثمن ديالو مناسب والفعاليه ديالو توب. سانكس عامله ديودورون اخر هو سانكس ديرمو بروتيكتور ديودورون 24 ساعه. الاقتراح الثالث من فيشي ديودورون توشي سيك سون سيل دالومنيوم 24 ساعه، حتى هو سون بارفان سون الكول سون سيل دالومنيوم، التركيبه ديالو مزيانه، الثمن ديالو طالع شويه مي الفعاليه ديالو شويه ناقصه. دونك في هاد الاقتراحات هادو اللي عطيتكم ديال لي ديودورون سو فورم غولون لاستيك، هادو كنفضل شخصيا الاقتراح ديال الاول ديال سانيكس هو اللي مزيان، الفعاليه ديالو طوب والثمن ديالو على بورتي، والتركيبه ديالو طبعا وهادشي اكثر حاجه كتهمنا، التركيبه ديالو نقيه ومزيانه. بالنسبه للناس اللي ما تيعجبوهمش لي ديودورون سو فورم دو ستيك وتيفضلوا لي ديو سبراي، اختاريت لكم هذا تركيبته حتى هو امنه من ميكسا سيكا كونفور ديودورون بو سونسيبل 48 ساعه. هذا مزيان، التركيبه ديالو امنه سون الكول سون سيل دالومنيوم، زوين مناسب للبشره اللي كتكون حساسه وهي اكتيف بزاف، الثمن ديالو مناسب والفعاليه ديالو توب. الا كنتو ناويين تشريو سبراي كنصحكم بهاد النوع هذا. الاقتراح الثاني من لاغوش بوزي ديودورون فيزيولوجيك 24 ساعه، هذا حتى هو مزيان، كيعطي واحد الانتعاش واحد لا فريشور، التركيبه ديالو امنه، الثمن ديالو شويه ما بيهش يعني مزيان. وراه نتوما كتعرفوا لا غوش بوزي مع البشره الحساسه يعني اثبتت ان التفوق ديالها، عامله بزاف ديال لي برودوي اللي لا بو سونسيبل مزيانين. وغادي نعطيكم بالنسبه للناس اللي كيسكنوا سورتو على برا واحد لا مارك عامله ديودورون اون بودغ زوين بزاف بيو، لا مارك كوم افون عامله واحد ديودورون. شنو دايره فيه؟ دايره فيه طين الابيض، ودايره فيه بيكربونات صوديوم، ودايره فيه مستخلص زهره السوسن، ودايره فيه النشا ديال الذره. دونك هادو فقط هادو هما المكونات اللي عامله. نتوما تقدروا في الدار ديالكم، راه ديجا كنا صوبنا واحد ديودورون اولا مزيل عرق طبيعي نفس تقريبا المكونات تقريبا، حنا ما درناش مستخلص السوسن، درنا بودره الحوامض. ممكن ديروا السالميه، ممكن ديروا شي دي فلوغ اللي الريحه ديالو مزيانه كتعجبكم، دونك ممكن تلعبوا بالمكونات كما بغيتوا، مي سورتو خليو النشا ديال الذره حتى هي حاولوا تخليوها لانها كتمتص الرطوبه
الطين الابيض لانه كيمتص الاوساخ وكيعطينا معادن مفيده، البيكربونات صوديوم حتى هي كتمتص الروائح. دونك حاولوا تخليوا هاد المكونات. اذا كانوا هادو هما اقتراحاتي اليوم. ميرسي دو مو سويفر، ونتلاقاو في اقرب فرصه ان شاء الله.